السلام عليكم. فيما يراه مراقبون تحولا غير مسبوق في الموقف الشعبي الغربي من إسرائيل، شهدت مئات المدن الغربية بينها عواصم كبرى مثل واشنطن ولندن وباريس تظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين ومعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقد أثر هذا الحراك الغربي بدرجة ما على الوضع السياسي الداخلي لعدد من الدول الأوروبية كبريطانيا مثلاً، التي أقيلت وزيرة الداخلية فيها بعد سلسلة إجراءات ومواقف عنصرية تسببت في اتساع رقعة التظاهرات في بريطانيا. نتوقف الليلة في حديث العرب مع هذه التطورات الغربية لنبحثها وفق محورين أساسيين: كيف تقرأ هذه التظاهرات الشعبية في المدن الغربية؟ وأي أثر ستتركه على مواقف حكومات بلدانها المؤيدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة؟ أهلا بكم إلى هذا اللقاء التي تأتيكم تفاصيله كما هي العادة بعد متابعة التقرير التالي. مع احتدام الحرب الصهيونية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء منهم، والذين يمثلون نحو 70% من أعداد الضحايا في القطاع، بدأت التظاهرات الشعبية في المدن والعواصم الغربية بكثافة ملفتة، برغم الموقف المعلن من جانب أكثر حكومات تلك الدول بدعم كيان الاحتلال في حربه الوحشية على سكان غزة. موقف شعبي يراه مراقبون يتجاوز حدود التعاطف الإنساني مع الضحايا من النساء والأطفال، وصولا إلى المطالبة بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر. بحسب ما ردده متظاهرون في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في تحد جماهيري واضح لموقف الحكومات الغربية وسياساتها المنطلقة من رؤية صهيونية، موقف شعبي قد يشكل في رأي المراقبين ضغطا تراكميا على تلك الحكومات لتغير موقفها إزاء ما يجري في فلسطين من جرائم ضد الإنسانية في غزة، وهو ما بدأ بالفعل، حيث تراجعت بعض الدول الغربية عن التأييد المطلق للحرب إلى المطالبة بوقف إنساني لإطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين في غزة. لكن الأمر الذي يراه محللون مؤسفاً هو غياب هذا الزخم الشعبي الداعم للحق الفلسطيني عن شوارع المنطقة العربية، وهو أمر يعزوه المحللون إلى القبضة الأمنية التي تجيد أنظمة الحكم في المنطقة استخدامها ضد الشعوب العربية، إذ تخشى أكثر هذه الأنظمة من أي حراك شعبي ولو كان لشأن خارجي، وترى فيه خطراً يهدد بقائها في السلطة. وبحسب المحللين فإن الحراك الشعبي الغربي المناهضة للحرب في غزة بدأت تتبلور من خلاله بعض المواقف السياسية التي قد تفيد القضية الفلسطينية على المدين المتوسط والبعيد، مواقف ترى إسرائيل قوة احتلال غاشمة تجب مواجهتها لا دعمها، وأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، كل الأرض من النهر إلى البحر، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ضدهم. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا عبر سكايب مع حفظ الألقاب من مدينة لوزيرن السويسرية حسام الشاذلي، المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. كما يشاركنا من مدينة أغادير المغربية محمد الشيخ بانن، أستاذ القانون العام والعلاقات السياسية في جامعة ابن زهر المغربية. ومن اسطنبول في تركيا عصام عبد الشافي، رئيس أكاديمية العلاقات الدولية. أهلا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ من لوزيرن في سويسرا. سيد حسام، يعني الحكومات الغربية كان لافتا مسارعتها إلى التعبير عن موقف حدي من ما يجري في فلسطين وتحديدا في غزة، فرضت في سياق هذه المواقف فرضت سلسلة إجراءات قانونية غرمت وهددت باعتقال وسجن كل من يشارك في تظاهرة لنقل يعني معارضة لإسرائيل أو مؤيدة للمقاومة الفلسطينية المصنفة إرهابيا في بعض الدول الأوروبية. ومع ذلك شهدنا تظاهرات حاشدة في الشوارع الغربية، كما لو أن الدافع أقوى من الاعتقال ومن الحبس. وما الذي جعل الأمر على هذا النحو في رأيك في الشارع الغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، برحب بك أستاذ وبضيوفك الكرام. حقيقة الغرب بيخشى من يعني أمرين رئيسيين. الأمر الأول، أنا بتكلم هنا طبعا عن الشعوب الغربية وليست الحكومات أو الأنظمة، بيخشى الغربيون جميعا من تدني معايير حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعندما ينظرون إلى ما يحدث الآن في غزة وينظرون من جهة أخرى
إلى كيف تتقبل حكوماتهم وسياسيوهم والساسة في بلادهم هذه الأمور، يعني بيبث الرعب في قلوبهم إن هؤلاء الناس اللي تم انتخابهم على معايير خالصة من حقوق الإنسان ومعايير حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر و يعني قد في يوم من الأيام يبدأون في التضحية بهذا الموضوع، وهذا قد يؤثر على حياة الشعوب الغربية، وهو في الحقيقة محور من محاور المناقشة حاليا بين الناس يعني في الشارع، إن كيف يمكن السكوت على ذلك، يعني كيف يمكن أن يصل الوضع أن يقتل شعب بأكمله ويتم تهجيره وينظر هؤلاء السياسيون يعني بمصمصة الشفاه وبالتعبيرات التي لا تؤدي. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني وما يسبب رعب أكبر ليس فقط بقى للشعوب، كمان للساسة والسياسيون يعني الذين بدأوا في تغيير مواقفهم، هو موضوع تحول الصراع إلى صراع أيديولوجي بين الديانات. ويعني بذل الغرب مجهود قوي جدا وطويل الأمد لمحاولة يعني تجنب هذا النوع من الصراع، وخاصة مع يعني الزيادة الكبيرة جدا في أعداد المسلمين في أوروبا ويعني وصولهم إلى هذه عفوا سيد حسام، هذه نقاط مهمة أشرت إليها، لكن قبل أن نأتي إلى خلفية الموقف الرسمي الأوروبي، ما الذي جعل الأمر في الشارع الأوروبي على هذا النحو؟ ما الذي دفع بهذا الإنسان الغربي إلى التظاهر ليكسر قاعدة الخوف مثلا من الاعتقال بناء على هذه أو الغرامات المالية إلى آخره؟ يعني كان الدافع قويا. يعلم الغربيون جدا أن يعني لديهم قوانين تحترم في بلادهم، وأنه ما يعني أي قانون لا يتماشى مع قواعد الأساسية المنبثق منها الدستور الغربي، وهي حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر، ولا يمكن الأخذ بها، وإذا تم حتى اعتقال بعض الأفراد لفترة معينة بيخرجوا كلهم وبيخرجوا يعني بدون أي مشاكل، وحتى في بعض الأحوال بدون الحاجة لمحامين. يعني عملية رفض التظاهر، يعني أنا يعني كما رأينا يعني أكثر من 500,000 في لندن، حتى في يعني في سويسرا، في أماكن وفي بلاد لم تكن معروفة، مدن لم تكن معروفة بالتظاهر، يعني تم السماح لهم بالمظاهرة وتم إعطائهم تصريح التظاهر. لا يستطيع، يجب علينا أن نعلم أن العمل المؤسسي في المنظومة الأوروبية هو عمل له قواعد، يعني لا يمكن حتى إذا يعني كان رئيس الوزراء أو وزير الخارجية يتصرف بنوع من الأحادية ويعني الدعم اللانهائي للكيان المحتل، لا لن تجد هذا داخل الشعوب، ولن يكون، لأنه ليست هذه المبادئ التي تم تأسيس عليها هذه البلاد وتم وضع دساتيرها، وهي دساتير تحترم وقوانين تحترم ومحاكم يعني يؤخذ برأيها ويمكنها تعطيل يعني أي قرار لا يتماشى مع هذا الدستور. فهذا ما وضع هؤلاء الناس في هذا الموضوع. الشيء الثاني، عندما أتحدث عن الصراع الأيديولوجي، هو في الحقيقة تفكير شعبي. الأوروبيون يعني حريصون جدا دائما على فكرة أنه لا يوجد تفريق بسبب الدين أو بسبب العرق أو بسبب لأنه هناك يعني النهاردة المهاجرين يعني واللاجئين أصبحوا بأعداد كبيرة جدا جدا في كل مكان، فلا يمكن التعايش وصناعة مجتمع صحي ديمقراطي بدون قبول الآخر، فهم خلاص يعني لازم يصلوا أن هذا لا يحدث، لأنه ما يحدث حاليا وتحول هذا الصراع إلى صراع أيديولوجي حتى يعني نعم، هذه نقطة مهمة أيضا، وقد ذكرها الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، وقال إنه جرى تحويل الصراع إلى أيديولوجي. لكن أذهب إلى إسطنبول مباشرة سيد عصام، يعني عشرات المدن تتظاهر، مظاهراتها غير مسبوقة في واشنطن، سيد عصام في إسطنبول، مظاهرات كبيرة في واشنطن، في باريس، في لندن، يعني قريبا 400,000 متظاهر. أريد قراءتك السياسية لهذا المشهد غير المألوف بالنسبة للشارع الغربي في الموقف من قضايا فلسطين وإسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جهاد، والتحية والتقدير لكل الضيوف والمشاهدين. أهلا وسهلا. وكما أشرت حضرتك وكما أشار الضيف الكريم في الجزء الأول من المداخلة، هناك مجموعة من الاعتبارات الحاكمة للتأثير أو العوامل المؤثرة في الرأي العام الأوروبي بدرجة كبيرة. الحديث عن الوجود العربي المهم والفاعل في هذه الدول هو عامل مهم، وجود قوانين ودساتير تحكم الحراك وتحكم الرأي العام الغربي عامل مهم، ولكن هناك عامل أيضا شديد الأهمية وهو دور الإعلام
وتحديدا شبكات التواصل الاجتماعي في الحشد والتعبئة، لأننا الآن نتعامل مع عدد كبير من الجرائم والمجازر التي ارتكبت خلال الشهر ونصف تقريبا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. أنا وجهة نظري أن أحد عوامل التأثير الكبيرة ليس فقط عامل الحضور العربي، لأن الحضور العربي موجود، وكان الرأي العام الأوروبي في بداية الأحداث مؤيد بنسبة كبيرة للسردية والرواية الإسرائيلية، ولكن العامل شديد التأثير من وجهة نظري هو النشاط والفعالية التي اتسمت بها بعض وسائل الإعلام العربية من ناحية في كشف الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية. العامل الثاني أيضا المهم أنك أمام جيل كبير، جيل جديد من العرب والمسلمين المقيمين في هذه الدول، يعرفون آليات التعامل مع شعوبها من خلال منظمات مجتمع مدني، من خلال وسائل إعلام، من خلال شبكات تواصل، من خلال أيضا تشبيك علاقات عامة مع أقليات، مع جماعات، مع مهاجرين ومع لاجئين من تيارات مختلفة. فهذا عامل شديد الأهمية يجب أن يؤخذ في الاعتبار خلال تحديدا مع هذه الأزمة. عندما نتحدث عن القراءة السياسية لها أكثر من مستوى. المستوى الأول هو الموقف، موقف حكومات هذه الدول من الأحداث في غزة. وجدنا حالة من حالات التأييد غير المسبوق، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإعلامي أو حتى على مستوى الزيارات الرسمية التي قام بها كبار المسؤولين في هذه الدول، أو حتى من خلال إعادة الانتشار العسكري. يعني عندما تراجع بعض التقارير الدولية الرسمية الصادرة عن مؤسسات محكمة وتنشر خرائط لإعادة الانتشار العسكري، وتجد بينها قوات ألمانية وقوات أسترالية وقوات إيطالية وقوات أسبانية، وكذلك قوات من كندا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، تتمركز في عدد من مناطق الدوائر المهمة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط أو في عدد من الدول التي بها قواعد عسكرية أمريكية. فأنت تتحدث عن عملية تحشيد لكل المستويات من هذه النظم خلف الكيان الإسرائيلي. القراءة الثانية في المشهد السياسي هو نجاح إسرائيل وخلفها آلة إعلامية كاسحة رسمية بطبيعة الحال في توصيل سرديتها الأولى خلال الأيام الأولى من هذه المعركة، وأصبحت الرواية الإسرائيلية هي الطاغية في أكثر في معظم وسائل الإعلام الغربية بحكم الارتباط الفكري، بحكم أيضا وجود إسرائيل المؤثر والفاعل في عدد كبير من شبكات الإعلام الدولية التي تبنت هذه الرواية، فكانت السردية مغيرة تماما للحقوق الفلسطينية. ثم جاءت ردة الفعل الشعبية العربية والشعبية الإسلامية ومن المقيمين، سواء لاجئين أو وافدين أو أصحاب جنسيات من أصول عربية وإسلامية، جاءت ردة الفعل لتعيد ضبط بوصلة الرأي العام الغربي في هذا الملف. البعد الثالث المهم أستاذ جهاد، نحن نتحدث عن مجتمعات، كما أشار الأستاذ حسام، نحن نتحدث عن مجتمعات تتسم بدرجة عالية من التنظيم والمؤسسية، وبالتالي أحد أدوات ومداخل التأثير الأساسية في حركية وفعالية وفي تنشيط وفي القدرة على الحشد والتعبئة في هذه المجتمعات يرتبط بدرجة كبيرة مما لديك من مؤسسات ومن هياكل ومن بنى تنظيمية بدرجة كبيرة، سواء كانت هذه المؤسسات أو هذه الهياكل مؤسسات منظمات مجتمع مدني، منظمات حقوقية، منظمات جماعات ضغط أو لوبيات مؤثرة أو فاعلة، أو حتى ناشطين كأفراد، ولكن لديهم أيضا قدرة على ضبط الحركية والتنسيق فيما بينهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبالتالي النجاح في التأثير أحد مداخله الأساسية في الدول الغربية هو القدرة على بناء مؤسسات أو امتلاك مؤسسات أو التشبيك مع مؤسسات. في هذا السياق ذاته سيد محمد في أغادير، ربما هناك تحدي حقيقي أمام هذه التظاهرات هو أن تتمكن من الاستمرار وزيادة زخمها، لكن هذا ينشأ أمامه صعوبة كامنة في المناخ السياسي الذي تتبنى فيه النخب السياسية في الدول الغربية موقفا، يعني إن لم نقل أنه معاد للقضية الفلسطينية فهو متبن للسردية أو الرواية الإسرائيلية بشكل مطلق تقريبا. كيف يمكن لهذه التظاهرات أن تحقق هذين الهدفين، الاستمرارية وزيادة الزخم في ضوء المعطيات الراهنة؟ حياك الله أستاذ جهاد، وشكرا على الاستضافة، وتحية إلى ضيوفك ومشاهديك. بطبيعة الحال يعني كي يستمر هذا، أولا هذا الحراك
هو حراك نوعي، بمعنى أنه عبارة عن تراكمات داخل الغرب، وهذه التراكمات المؤيدة اليوم للقضية الفلسطينية نشأت من طريق الفعاليات اليسارية التي تدعم هذه القضية الغربية، ومن طريق كما أسلف الضيوف وجود جالية عربية وإسلامية أصبحت تشتغل وتعرف كيف توظف الدعاية الحقيقية لنقل المعطيات من أرض الواقع. هذا الجانب. جانب ثاني، أعتقد أن هذه الذوات الموجودة القائمة التي تحتضن هذا الفعل المؤيد لفلسطين ولعدالة القضية الفلسطينية هو في الحقيقة قائم بناء على هذه الهمجية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين من تدمير. ونحن اليوم في عصر الميديا، في عصر وسائل التواصل، فكل هذه الفضاعات موجودة وقائمة، وهذا يتنافى ويتناقض مع حقوق الإنسان ومع الحريات التي تربى عليها الغرب والتي يعيش عليها. بالتالي أعتقد أن الحاضنة موجودة، والحاضنة ستنمو وستستمر، لأننا نحن نتحدث عن دول غربية فيها نمط ديمقراطي معين، فيها تداول سياسي، وبالتالي هؤلاء الساسة سيرغمون للاستماع إلى شعوبهم، لأنه اليوم لم يبقى شيء يعني مخفي أو سري، وبالتالي فالأمور أصبحت واضحة. اليوم لا تتحرك هذه الفعاليات الأوروبية اليسارية، الفعاليات حقوق الإنسان وغير ذلك، ولكن رأينا كذلك منظمات يهودية، وهذا غاية في الأهمية. هذه المنظمات اليهودية سواء الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو في غيرها، والتي تحاول أن تجد اجتهادا دينيا هي الأخرى تعادي بموجبه الصهيونية، وترى أن الصهيونية هي فعل سياسي سيقود إلى انقراض اليهود أو الشعب اليهودي. فكل هذه السرديات في اعتقادي ستضمن الاستمرارية وستفتح وتواجه السردية الصهيونية التي أصبحت اليوم معروفة ومتجاوزة. طبعا التظاهرات الغربية ليست مقصودة لذاتها، وإنما للأثر الذي يمكن أن تتركه في الساحة الأوروبية، الذي هو ما سنبحثه بعد فاصل قصير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن التظاهرات الغربية وأثرها على الموقف الأوروبي الرسمي من الحرب الإسرائيلية على غزة. سريعا أذهب إلى لوزان بسويسرا. وفق أعداد المتظاهرين سيد حسام، وفق أعداد المتظاهرين الراهنة الآن والانتشار الجغرافي للتظاهرات في المدن الأوروبية، برأيك هل يمكن الحديث عن استجابة ممكنة من قبل صانع القرار الأوروبي، الحكومات الأوروبية، لهذه التظاهرات، وما طبيعة وحجم الاستجابة هذه إذا كان ممكنا؟ طبعا في الحقيقة يعني وجود استجابة هو شيء يعني أكيد، وذلك بسبب أن لا يجب أن ننسى أن الهيكل الديمقراطي المتواجد في الغرب دائما في معارضة، يعني بتتصيد الأخطاء للنظام الحاكم بكل الصور، وهذا ما يحدث حاليا يعني. وهناك دائما يعني في كثير من الدول الأوروبية يعني النسبة التي ينجح بها الفريق الفائز هي نسبة ليست كبيرة أبدا يعني، ودائما هناك سجال بين المعارضة والنظام الحاكم، ولذلك فهناك قوة، حتى قوة يعني لو نظرنا حاليا للتصريحات التي تقوم بها المعارضة في أغلبية الأوقات، هي تستخدم القضية الفلسطينية حاليا يعني هدم كمعول لهدم النظام المعارض لها أو كشيء كذلك. لكن في الحقيقة هو أهم نقطة يجب يعني
اعتبارها في هذا الموضوع كما ذكر الضيوف الكرام وكما ذكر الأستاذ عصام، إن هناك جيل جديد من العرب متواجد، جيل من الخليط العربي الأوروبي. هذا الجيل في الحقيقة منتشر بصورة وأصبح بيعمل في كل المجالات وأصبح متفهم بصورة أعلى بكثير جدا للبيئة الأوروبية وكيفية التعامل معها وكيفية التعامل مع الأنظمة الحاكمة ومع النواحي السياسية. لذلك أعتقد أنه بدون أدنى شك. لكن طبعا يجب علينا أن نعلم أن هناك خطر كبير جدا، أن في الحقيقة التأثير أنت ممن يرشح بأنها ستترك أثرا مؤكدا بحسب رأيك، طبيعة هذا التأثير؟ أنا متأكد أن سيبدأ هناك تغيير، وهذا التغيير قد بدأ. يعني إذا رأيت النهاردة تصريحات مثلا ماكرون وهو بيقول أنه لا يوجد شيء يبرر القتل بأي صورة من الصور و و و و و يعني وجود رئيس جنوب أفريقيا يقدم شكوى للمحكمة الدولية، هذه كلها تطورات تبدأ. لكن هناك نقطة رئيسية مفقودة وهناك حلقة مفقودة، وهي الموقف العربي الإسلامي. لأنه في الحقيقة موقف الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هو موقف يعني وصل لدرجة أنه بقى يعني أصبح من الغرابة بمكان. يعني السياسيون في أمريكا وناس داخل الكونجرس وداخل البيت الأبيض بدأوا ينظروا لموقف بايدن بصورة غير مفهومة. لذلك المحور الأساسي أو الحلقة التي ستحدد إذا ما كان هناك تأثير على الحكومات الغربية، وإن إذا كان هذا التأثير سيزيد مع المظاهرات أو لا، أعتقد أنه سيكون هناك دور كبير جدا إذا ما ظلت الحكومات العربية يعني على سكوتها وعلى عدم اتخاذ أي موقف واضح ضد دولة الاحتلال. فأنا أعتقد أن أخشى أنه مع أول هدنة أو مع أول ستبدأ آلة الإعلام الإسرائيلية في قول بأنها قدمت هدنة إنسانية وبأنها كما عملوا مثلا أمس في موضوع ثلاث حضانات جابوها معاه جابوهم للمستشفى الشفاء، وفي الحقيقة المستشفى لا تحتاج حضانات، فهما أساتذة في استغلال الأداء يعني الأداء الإعلامية الكاذبة والإعلام الغير نظيف. فأنا أخشى جدا إنه الغرب يعني أو الدول الغربية أو الشعوب الغربية دائما مشغولة جدا بعملها وبطريقة العمل وبكمية العمل وأوقاته فأخشى إن لم يكن هناك تطور واضح يضع العالم قدام مسؤولياته ويضع المؤسسات الدولية قدام مسؤولياتها الحقيقية، أخشى أن هذا التأثير قد يعني يبدأ في المحلال. لكن حاليا نحن في فترة كما يقال في المومنتم، يعني يا إما نستطيع استغلال هذا الموقف ونستطيع أن نتطور، أو سيبدأ بعد كده وتبدأ هذه الشعوب أن تنشغل بأمورها وحياتها وهذا سيكون في الحقيقة كارثة كبيرة جدا على القضية الفلسطينية. طيب أنتقل الأستاذ عصام، هناك موجة بين المراقبين، موجة تفاؤل بشأن إمكانية إحداث تأثير من خلال هذه التظاهرات على الأرض في الموقف الرسمي الأوروبي من القضية الفلسطينية. لكن حتى نكون منطقيين وواقعيين ننتقل إلى المقلب الآخر، إبان غزو العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية، هناك كانت تظاهرات حاشدة في شوارع لندن ومعارضة كبيرة لتوني بلير رئيس الوزراء آنذاك، مع ذلك لم تغير في أرض الواقع كثيرا. زد على ذلك أن دولة كبرى في أوروبا الغربية مثل ألمانيا تعتبر أن على حسب تصريحات وسائل الإعلام الألمانية ومنها صحيفة بيلد ذات الانتشار الواسع، تعتبر أن قضية وجود إسرائيل قضية وجودية بالنسبة للدولة الألمانية لأسباب تاريخية كما تقول. كيف يمكن فهم إحداث تأثير ممكن من خلال هذه المعطيات؟ أنا وجهة نظري الشخصية أن لا يجب أن تكون هناك مبالغة في الرهانات على حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه المظاهرات أو هذه الفعاليات، لأن في الأخير أنت مربوط بعدد من العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وفي تشكيل النظم السياسية في الدول الغربية. أولا أنت تتحدث عن خلفيات ثقافية وارتباطات تاريخية مع الكيان الصهيوني منذ تأسيسه في مؤتمر بازل 1897 من المؤتمر الأول الذي عقد 1897، ثم مرورا بوعد بولفور الذي تبنته بريطانيا، ثم رعايتها لهجرات العصابات اليهودية أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها وبين الحربين. وبالتالي عندما نتحدث عن وجود إرث تاريخي مؤثر كأحد العوامل الأساسية المؤثرة في توجهات النخب السياسية في المجتمعات الغربية فهذا أحد العوامل المهمة.
العامل الآخر المهم أن الدول الأوروبية تشهد في منذ تقريبا عقدين من الزمن تنامي كبير لتيارات اليمين الديني والمتطرف، وهذه التيارات لها مواقفها المتشددة جدا تجاه كل ما يخص العرب والمسلمين والمهاجرين واللاجئين، وبالتالي هذه التيارات اليمينية المتطرفة ستقف حجر عثرة كبير أمام أي تغيير حقيقي أو ملموس في النخب السياسية المؤثرة في عملية صنع القرار في هذه الدول. الأمر الثالث المهم أن أحيانا التعاطي مع الفعاليات يكون مرتبط بحالة نسميها الهياج العاطفي أو التأثر الانفعالي المرتبط بما يشاهد أمام الشاشات من مجازر ومن انتهاكات ومن إبادات ومن غيرها، وبالتالي سرعان ما تنطفي هذه الجزوة مع دخول أزمة أخرى. نحن كنا قبل الأزمة مباشرة كان العالم منشغل بنسبة لا تقل عن 80% بما يحدث في أوكرانيا، وكانت هناك حالة تعاطف كبيرة مع اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية. مع حدوث الطوفان تراجعت القضية الأوكرانية إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة في سلم أجندات الاهتمام السياسي والإعلام. قبل الأحداث مباشرة كنا في الدول العربية كانت قضيتنا الأولى من وجهة نظري كانت ما يحدث في السودان من انتهاكات ومن مواجهات عسكرية ومن تدمير للبنية التحتية في السودان، وكان هناك نوع من أنواع الانفعال أو ردود الفعل الشعبية الرافضة لمثل هذه المواجهة بين فصيلين أو بين مكونات المؤسسة العسكرية في السودان. وبالتالي فكرة القدرة على استمرار الحشد، القدرة على استمرار التعبئة، القدرة على الاستمرارية في ذاتها مرتبطة ب رقم واحد استمرار المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قدرة حركة المقاومة الفلسطينية على الصمود والثبات في مواجهة عمليات الإبادة، لأنه كلما طالت أمد الحرب من وجهة نظري ورصيد إسرائيل يقل سواء لدى الشعوب الغربية أو لدى النظم الغربية. رقم ثلاثة قدرة أو رقم أربعة بجانب الحشد والتعبئة والقدرة على الاحتواء والتيارات اليمينية والإرث التاريخي، أيضا قدرة الإعلام العربي بمستوياته المختلفة سواء كان رسميا مؤيدا للقضية أو مدافعا عنها، وكذلك رؤية قدرة شبكات التواصل والناشطين والفاعلين العرب على الاستمرار في بيان حجم الانتهاكات، كل ذلك يمكن أن يؤثر على المدى البعيد في الخط العام التغييري للرأي العام الأوروبي. ولكن هل هذا في ذاته أو بذاته فقط كفيل بتغيير في طبيعة النخب السياسية وبنيتها أو التخلي أو إسقاط حكومات وتغيير حكومات؟ من وجهة نظري أن هذا لا يجب أن نراهن عليه رهانا كبيرا للاعتبارات السابقة الإشارة إليه. جميل، أذهب إلى أغادير. هناك إحصاءات لمركز دراسات الأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أحصى فيها 400 تظاهرة مؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 180 مؤيدة لإسرائيل، وطبعا الفارق والأعداد أكبر بكثير في القارة الأوروبية. هذه الأرقام ماذا تكشف لك في ظل وجود كتلة أوروبية غربية معارضة للحرب متصاعدة، مثل الآن لدينا موقف مؤكد من النرويج وبلجيكا وبدرجة ما إسبانيا، وانضم إليهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كيف يمكن استمرار هذا الوقت مع زيادة زخم هذه التظاهرات في إحداث تأثير ما في القرار الإسرائيلي إن لم يكن في الساحة الأوروبية؟ طبيعة الحال هذه التظاهرات اليوم التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما وعددها الذي هو في ارتفاع بالنسبة لي هو كما قلت في البداية مرتبط بوجود فعاليات تتبنى القضية الفلسطينية وتدافع عنها، وهذه الفعاليات منها بخاصة الطلابية والفعاليات الفلسطينية والعربية كما أسلفت هي موجودة. يعني هناك تنظيمات لها فروع في جامعات إلى ما إلى ذلك، وهذا كان قبل يعني 7 أكتوبر، وبالتالي هذه الفعاليات هي التي تحتضن هذا الفعل وتدعمه وتذكيه. هذا بطبيعة الحال صانع القرار الغربي كما أسلف الضيوف هو يراهن على الانتخابات، وبالتالي هناك تداول سياسي. لذلك أعتقد أن هذه الأمور، هذه التظاهرات ومطالبها العادلة تجاه القضية الفلسطينية سيتم أخذها بعين الاعتبار، ومن ذلك المواقف الرسمية الاستثنائية كما أسلفت إيرلندا واسكتلندا إضافة إلى النرويج وإسبانيا، وكذلك حتى بعض المواقف داخل العلبة السوداء وداخل علبة القرار الأمريكي التي بدأت تشكك في السردية الإسرائيلية بل تطالب ب سيد محمد. هذه دول غربية
يعني قال المسؤولون الإسرائيليون وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، قال إننا لا نهتم لرأي العالم في مقابل حقنا في فيما أسماه الدفاع عن أنفسنا. إذن الذي يهم هو ربما القرار الأمريكي المحض، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن مصطفى بالكامل وراء السردية الإسرائيلية، لدرجة أن CIA أكبر جهاز أمني في العالم شكلت ما يراه مراقبون غطاء لاقتحام مستشفى الشفاء في غزة، عندما صدر تقرير أمني بأن هناك معلومات استخبارية تفيد بأن وجود قيادة لحماس في مستشفى الشفاء، وظهر بطلان هذا الادعاء. كيف يمكن إحداث هذا التأثير وما زلنا نتحدث عن دول غربية هامشية بين قوسين بالنسبة للإسرائيليين؟ في اعتقادي هذا التأثير كما قلت هو بدأ رويدا رويدا، لكن هذا التأثير هو مرتبط كما أسلف الضيف من إسطنبول بصمود المقاومة. كلما استمر صمود المقاومة وكلما انكشفت هذه الأكاذيب، منها ما قالوا عن قيادة حماس والمقاومة أنها موجودة داخل مستشفى الشفاء إلى غير ذلك، كل هذه الأكاذيب تفضح الدعاية الصهيونية وتفضح نتنياهو. هذه الدعاية الصهيونية اليوم الكيان الصهيوني بقادته الحاليين اليمينيين لا يهدد فلسطين والمسلمين وحسب، وإنما يهدد العالم بأسره، عندما يقول نحن مستعدين لإلقاء قنبلة على غزة، قنبلة نووية، أو يجب إلقاء قنبلة نووية، وعندما يتهمون الفلسطينيين بأنهم غير أدميين. يعني هذا النوع من الساسة هو نوع خطير وغير مقبول، يعني غير مقبول حتى من طرف النخبة السياسية الغربية التي ترى في هؤلاء مجانين. أنا كنت سبق لي أن اطلعت يعني قبل سنوات على مجموعة من التقارير كانت تقول أن هذا اليمين الصهيوني بإمكانه أن يضحي بنفسه من خلال استعمال قنابل نووية، وقد يضربون موسكو وباريس إذا ما وصلوا إلى. إذن هذه النخبة غير مرغوب فيها إطلاقا الموجودة في إسرائيل. لذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية هي إلى جانب وقبلها بريطانيا يعتبرون إسرائيل أنها الذراع القاتلة أو الذراع ذراعهم المتقدمة في المنطقة العربية، ودعموها تاريخيا ويدعموها اليوم، هذا معروف من خلال الأساطين. لكن رغم ذلك هذا الدعم هو محدود، و بدأت مراجعات داخل البيت الأبيض، وهذه المراجعات مفادها يعني التفكير في صفقة معينة أو هدنة معينة إلى غير ذلك. سياق ذاته هذه التظاهرات في الشوارع الغربية، هل هي تعبيرا عن حالة هيجان عاطفي، واقتبست هذا المصطلح من ضيفنا الأستاذ عصام عبد الشافي في إسطنبول، هي هيجان عاطفي مرحلي، أم أنها تعبر عن تغير عميق في الوجدان أو في الوعي الجمعي الأوروبي حيال القضية الفلسطينية؟ هو ما نريد أن نعرفه، ولكن بعد وقفة أخيرة. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان.
أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نبحث فيها التظاهرات في الشوارع الغربية وتأثيرها على صانع القرار في الحكومات الأوروبية. سيد حسام، في لوزرن بسويسرا، برأيك إلى أي مدى يمكن للمراقب أن يقول، بالرغم مما قاله عصام في إسطنبول من أن هذا بشكل أو بآخر يعبر عن حالة هيجان مرحلي مرتبط بصور الدم والقتل والتدمير وهدم المدن في غزة، بالرغم من ذلك هل هذا الهيجان العاطفي المؤقت يمنع من القول بأن هناك رأياً عاماً شعبياً يتشكل في الغرب جديداً حيال الموقف من فلسطين، من القضية الفلسطينية؟ وفي الحقيقة أنا طبعاً يعني أتفق مع الأستاذ عصام أن إحنا لا يجب أن نبالغ فيما نراه في الشوارع الغربية، ولا نستطيع في الحقيقة أيضاً أن نجمع على القول بأن الغرب كله، يعني الأمر هو خليط بين، من وجهة نظري هو خليط بين التأثير العاطفي وبين هذه الصور التي تحرك المشاعر في الغرب بصورة يعني غير مسبوقة، لأنهم يعني لم يتعودوا عليها أبدا ولم يروها من أي حاكم أو من أي جيش. لكن في نفس الوقت يعني هو خليط أيضا، هناك بدأ هناك نوع من تقديم القضية الفلسطينية للأجيال الجديدة بصورة مختلفة، بدأ هناك سؤال عن فلسطين، سؤال عن التاريخ، سؤال عن كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، كيف يمكن يعني، فهو خليط بين عملية التأثر العاطفي وبين هناك أيضا عملية لإعادة تقديم القضية الفلسطينية وإحيائها بصورة يعني جيدة عن طريق يعني النشطاء وعن طريق العرب المتواجدين في الغرب. لكن هناك فرق كبير جدا بين العاصمة الغربية في التعاطي مع هذا الموضوع. يعني هناك ستجد مثلا ان التأثير في دولة زي المملكة المتحدة زي بريطانيا مختلف بسبب عدد الوافدين وعدد العرب وعدد الفلسطينيين وعدد النشطاء وقدرتهم على التجميع وعلى الحشد وغيره، في حين انك تجد مثلا ان تأثير قد يكون في بعض الدول الأخرى تأثير مجازي لحظي يمكن أن يختفي بسهولة، وخاصة أن الغرب يعني بيميل للسماع لأداة الإعلام الغربية وبيصدقها في بعض كثير من الأوقات، ولولا وجود السوشيال ميديا بصورة قوية جدا وصورة مركزة قد يكون الغرب يعني يسير مع السردية الإسرائيلية بصورة كبيرة جدا. فهو خليط بين الاثنين، بين تقديم القضية بصورة جديدة وبين تعرف بعض الغربيين عليها وعلى ما يحدث وبين عملية اللحظة العاطفية والتأثر بالدماء وغيره، وهذا ما يعني هو في الحقيقة العامل الرئيسي اللي في حشد المظاهرات وفي تأثر الغربيين بهذا الأمر. وهذه المشكلة أنه هذا النوع من التأثر العاطفي من السهل جدا أن يخمد ومن السهل جدا أن ينتهي، ويعني قد تأتي المشكلة الاقتصادية للتأثير عليه، تأتي أعياد الميلاد والعام الجديد ولا نصل يعني مع الأنظمة الغربية لوجود يعني زي ما بيقولوا اكشنز، مش يعني اعمال واضحه وخطوات واضحه، ليس فقط تصريحات سياسيه يعني للاستهلاك الوقتي ولاعطاء الاحتلال فرصه لاكمال ما يقوم بعمله، حتى لا تكون الأمور كذلك سيد عصام في إسطنبول آنية وينسى كل شيء مع قدوم أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات. وإذا ما اعتبرنا أن هذه التظاهرات في حد ذاته هي مكسب لصالح القضية الفلسطينية العادلة بالنسبة لكل الشعوب، كيف يمكن الحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت اليوم ونحن نتحدث عن نخب فلسفية وفنية وحتى سياسية ومجتمعية تقول بأننا لم نعد نقبل بأن تدفع أموالنا لصالح أسلحة تذهب لقتل مدنيين في فلسطين؟ هذا ربما تحول في الخطاب الجمعي في أوروبا حتى يحافظ على هذه المكتسبات، ما الذي ينبغي فعله في رأيك؟ شوف جهاد، أنا تقريبا منذ حوالي 25 عام وأنا أعمل على هذا الموضوع، وكانت رسالة الماجستير الخاصة بي حول الدور السياسي للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال هذه الدراسة وقفت على كثير من الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات الإسلامية التي تأسست أو ذات التوجهات الإسلامية التي تأسست في الولايات المتحدة تحديدا كنموذج من نماذج الدراسة والتحليل، وهي تعتبر أهم نموذج لأن الولايات المتحدة ما زالت هي القوة الأولى في العالم والمحركة لكثير من السياسات في العالم.
الإشكالية الكبرى أن منذ بدايات الهجرات العربية الكبرى إلى الولايات المتحدة كان الأقليات أو الجاليات العربية والإسلامية تتحدث عن ثلاثية في غاية الأهمية. الأول تبدأ من الانتشار، التغلغل، التمكين. حتى الآن لم يتم وضع رؤية استراتيجية حقيقية للتعاطي مع هذه المراحل الثلاث: الانتشار والتغلغل والتمكين. الانتشار بمعنى أن ينتشر العرب والمسلمون في كل الولايات الأمريكية بشكل كبير وبشكل مكثف في حدود الأرقام وفي حدود الإحصائيات المتوفرة في هذه الولايات. على سبيل المثال، سواء إذا كنا نتعامل مع الولايات المتحدة كدولة متعددة الولايات أو نتعامل مع الدول الأوروبية باعتبارها اتحاد كبير متعدد أيضا الجمهوريات. فكرة الانتشار هنا مهمة، لأنها في الأخير عندما يكون في كل مركز وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل حي من يعبر عن قضاياك بلغات مختلفة وبلهجات مختلفة وبأشكال مختلفة وبأوقات مختلفة، مرحلة أساسية في غاية الأهمية. التغلغل من خلال أن الأجيال العربية والإسلامية في هذه المجتمعات لابد أن تتغلغل في المؤسسات الرسمية، بحيث يكون لدينا أعضاء في الأحزاب السياسية، أعضاء من أصول عربية وإسلامية في الأحزاب السياسية، في المنظمات، في المراكز البحثية، في الشركات، في المؤسسات الحكومية، في الإدارة العامة. هذه نسميها مرحلة التغلغل. مرحلة التمكين أن يصبح لدينا بالفعل مؤثرين، سواء نخب، سواء قادة، سواء وزراء، سواء رؤساء وزراء، سواء رؤساء أحزاب سياسية، سواء ملاك لمراكز بحثية. ولكن هذه الثلاثية تصطدم بعدد من المعوقات في غاية الخطورة، ولا أعتقد أن الجاليات والأقليات والمقيمين والوافدين والمهاجرين وحتى أصحاب الجنسيات العربية قد نجحوا في التغلب عليها خلال السنوات الأخيرة. التحدي الأول هو تحدي التمويل، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العمل العربي والإسلامي في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية، لأن مثل هذا النشاط يحتاج إلى تمويل ضخم، يحتاج إلى إمكانيات للتأسيس، يحتاج إلى إمكانيات الاستمرار. فتحدي دول. نعم، وبالتالي هذا ردا على ذلك يأتي التحدي الآخر الذي كنت سأتحدث عنه، وهو فكرة تحدي التشرذم العربي، أن الجاليات العربية والجماعات العربية والإسلامية تنقل خلافاتها البينية من الدول الأم إلى الدول الأوروبية التي تستقر فيها والدول الغربية، بل إن أيضا النظم السياسية العربية والإسلامية تتنافس فيما بينها على الساحات، وتعتبر الدول الأوروبية والرأي العام الأوروبي مسرحا للتنافس والصراع. فتجد أن بعض النظم العربية تدير حملات للعلاقات العامة ضد دولة عربية أخرى أو ضد نظام سياسي متختلف معه. فيما يتعلق بالحالة الراهنة التي بين أيدينا، نحن أمام مكتسبات حقيقية. الناس في الغرب تتظاهر بما لم تفعله الدول العربية والإسلامية ضد إسرائيل وصالح غزة. كيف يمكن الحفاظ على هذه المكتسبات ومنعها من أن تتحول إلى شيء عابر ومضى؟ لدينا مستويين من التحليل يا جهاد. المستوى الأول هو إجراءات عاجلة وفورية من خلال العمل على التشبيك والاستثمار وبناء قواعد بيانات وبناء والتواصل مع منظمي أو استمرارية العمل على الحشد والتعبئة بين منظمي هذه الفعاليات وتعزيز دورها وتوفير القدرات التمويلية لها على الاستمرار في الحشد والتعبئة وبناء والاستمرار في التفاعل، هذا بشكل عاجل وفوري. الأمر الآخر المهم أن تكون هناك خطة عمل حقيقية واضحة محددة الأهداف، محددة المدة الزمنية للاستثمار في النجاحات التي تحققت، حتى لو كانت هذه النجاحات جزئية مقارنة بما كانت عليه الأوضاع تجاه القضايا العربية والإسلامية. لا يجب التعويل بأي حال من الأحوال على الاستثمار في النظم السياسية الغربية. ماكرون ليس ودودا وليس عطوفا وليس متعاطفا مع قضايانا. ماكرون هو من أخطر الشخصيات السياسية في الغرب على كل القضايا العربية والإسلامية، وكل سياساته تصب ضد هذه القضايا. وبالتالي الرهان الآن كما أشرت، الرهان الآن يكون على كيفية الاستثمار في هذه الحشود، في هذه الفعاليات، وفق خطة سريعة الإجراءات من خلال توفير الدعم، توفير التمويل، توفير الإبراز ما تقوم به، استضافة المنظمين بشكل واضح على شبكات التواصل، على وسائل الإعلام العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية حتى يشعر أن صوتهم بالفعل قد وصل. الأمر الآخر هو محاولة، يمكن أيضا في خلال التعاطي مع وسائل الإعلام الغربية، وكلها في الأخير شركات يهمها الربح، من خلال هذه الشركات ومن خلال وسائل الإعلام الغربية الفاعلة والمؤثرة، يمكن للشركات المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية الاستثمار فيما يسمى بشراء الوقت
على هذه القنوات أو شراء المساحات لنشر مقالات ولنشر دعاية داعمة للقضية الفلسطينية كآليات سريعة من آليات الضبط البوصلة لهذه الفعاليات. ولكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد من وجهة نظري أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل حقيقية بأهداف محددة وواضحة. وقد نشرت منذ تقريبا أسبوع على حسابي على تويتر مجموعة من الإجراءات العملية القابلة للتنفيذ الفوري، قدمتها طرحتها أيضا أمام القمة العربية للشعوب، قمة الشعوب العربية التي نظمت الأسبوع الماضي. وبالتالي لا نعدم الإجراءات ولا نعدم الوسائل، ولكن الأمر يرتبط بالإرادة أولا، بالإدارة ثانيا، بالقدرة على الاستمرارية ثالثا، بتوفير التمويل وتوفير المؤسسات القادرة على القيام بهذه العمليات. طيب أختم مع سيد محمد، تغير صورة إسرائيل في الوعي الجمعي الغربي، أي قيمة سياسية يحويها في مسار الصراع الآن بين إسرائيل والعرب والمسلمين وفي القلب منهم الفلسطينيين اليوم برأيك؟ أعتقد أن هذا الحراك، يعني إذا ما هذا الحراك الناشئ الموجود اليوم في الواقع، وأنا أعتقد أنه قد يستمر بشكل أو آخر، وهو في الحقيقة هذا التأييد ليس عامل مؤثر وإنما هي عوامل مساعدة إضافة إلى ما تفضل به الضيوف. لكن هذه السردية اليوم الناشئة التي تقوم على هذه الأكاذيب وعلى هذا العنف وهذا البطش اللا إنساني التي تقوم به إسرائيل في فلسطين، أكيد سينعكس على الوعي الشعبي العام في المستقبل. هذا الانعكاس لا يجب أن ننتظر النتائج بين عشية وضحاها، وإنما هو مسلسل من التراكمات تحصل فيه تحولات نوعية قد يعني نجني ثمارها في المستقبل على المدى المتوسط على الأقل. ولكن أكيد ما تقوم به إسرائيل يؤثر في هذا الوعي الشعبي العام داخل الغرب من خلال توافر وسائل الإعلام التي بخاصة وسائل التواصل يعني غير الرسمية غير المراقبة التي اليوم هي متاحة لكافة الناس لكل الشعوب أينما وجدوا، وعندما يشاهدون هذه المجازر وهذه الخطابات أيضا السياسية التي تشرعن هذه المجازر أكيد سيحصل تغير في الوعي الشعبي العام أو في الوعي الجمعي، كما قلت سنلاحظ أو نقف على نتائجه في المستقبل. لكن حتى يتطور هذا المد وهذا الحراك الشعبي الغربي الدعم القضية الفلسطينية لابد كما قال ضيفك من دعمه ومن حسن إدارته، ولكن الدعم والإدارة وكل هذه الأمور نحن غير متاح لنا. هذا دور الأنظمة العربية أو الدول التي لها أموال إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يعني بكل حال من الأحوال السكوت، وإنما الاستمرار كل من موقعه وكل بإمكانته وإن كانت متواضعة. وأريد أن أعرج على نقطة غاية في الأهمية. صحيح داخل على المستوى العربي للأسف هناك أنظمة سلطوية تقمع الاحتجاجات، لكن يجب أن ننتبه لأن القضية الفلسطينية لا زالت موجودة في الوعي الجمعي العربي، ودليلنا على ذلك مثلا التظاهرات الحاشدة التي تعرفها الأردن وتعرفتها تونس والجزائر والتي عرفها المغرب يعني تظاهرات مليونية في الرباط وتظاهرات تقريبا كل أسبوع في كل المدن داخل الجامعات. نحن في الجامعة يعني الأساتذة نظموا وقفات إلى ما إلى ذلك. إذن القضية الفلسطينية عادت من خلال ما حصل في غزة وتعود بقوة، وأعتقد أن هذه العودة وهذا التفاعل والتضامن سيحقق نصر عما قريب إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي من مدينة لوزيرن السويسرية حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، ومن أغادير المغربية محمد الشيخ بانن أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة ابن زهر المغربية، ومن اسطنبول في تركيا عصام عبد الشافي رئيس أكاديمية العلاقات الدولية. شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.